في بعض الكلام ان يعني كولر اتكلم هو وشادي حسين مع بعض، وشادي شايف ان مفيش قناعات بيه، هل الكلام ده مظبوط ولا هو بيديله الفرصه مش لاقي مردود؟ هو بالنسبه للاخبار، بالنسبه لشادي حسين، شادي حسين نسبه كبيره كولر مش معجب بيه، ويعني مدي الفرصه لو هو هيمشي ما فيش عنده مشكله بس احنا الاسامي كده كتير، الاسامي كتير. اللي انتوا قلتوها يعني هو شادي حسين لحد دلوقتي مش مؤثر بالنسبه للنادي الاهلي او بالنسبه فرق. بس لكولر يعني. حامد، صيف ولا شتاء؟ يعني انت تقصد يمشي في الشتاء ولا في الصيف؟ لا يمشي في نهايه الموسم. نهايه الموسم طبعا. وضح الحته دي مهمه قوي. نهايه الموسم لا دي لقطها فوضى، ده حديث تاني. نهايه الموسم بالنسبه له هو شايفه مش لعيب مش مؤثر. برستاو بص يا كابتن، يعني هتكلم على حته على كولر الاول. يعني شايف ان كولر بدا بدايه كويسه جدا جدا. انت عارف يا مراد ان الحمد لله عمري ما سالتك سؤال وجاوبت جواب مباشر. لا يعني بس تقول لي بس انا ارد على انت بتختار سؤالك من الاطراف. تمهيدي بس يا كابتن عشان ما تتخضش. الزملاء ضيوف. ماسك الاستوديو انا كده بس عشان ما انساش. اديني فرصتي يعني. اتفضل يا مراد، انت عايز صاحب بيت. بص يا كابتن، يعني كولر بقاله فترة غير موفق سواء في طريقة اللعب أو سواء في تصريحاته. يعني تصريحاته غير موفق بداية من ساعة ما قفشة ضيع ضربة الجزاء. المفروض أنت كمدير فني ما تطلعش تنتقد لعيب عندك. ليه بس هو الراجل اتعمل عادي يعني، قال أنا هو مش مرقم نمرة واحد ولا اتنين عندي، كان صريح. بس برضه يعني ما كانش ينفع كابتن يقول أنا ما أعرفش شاط ليه أو شاط إزاي، ما كانش ينفع يقول حاجة زي دي. أولا دي حاجة يعني بتقلل منه كمدير فني، إن هو معناها كده إن هو مش مسيطر. تاني حاجة برضو بتدي نوع من، يعني شفنا بعدها قفشة مستواه يعني كان كويس بعدها، بعد التصريح ده شايف ان قفشة بدأ يركز في حاجات تانية بعيد عن بس الغلط عند قفشة مش عند الراجل. طبعا الحاجات دي يا كابتن لو كمدير فني كويس او جامد كان حل الحاجات دي في غرفة خلع الملابس، كان عاقب اللاعب زي ما احنا متعودين على النادي الاهلي من بقالنا فترة طويلة. بعد كده التصريح بتاعه ان اداء مباراة سموحة من اسوأ اداء شافه طوال تاريخه، برضو الحاجات دي يا كابتن بتأثر نفسيا على لاعيبته، بتأثر نفسيا على الجماهير، بتأثر نفسيا على مجلس الإدارة، ان هو ما عندوش ثقة، ان المدير الفني ما عندوش ثقة في اللعيبة بتوعه. تالت حاجة شادي حسين او ايا كان المهاجم اللي مقتنع بيه كولر شايف ان يعني زي ما قال العراقي فعلا ان كتر انت لسه جايب شادي حسين صفقه جديده، المفروض انت بتديله ماتش واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما يكتسب الثقه ويكتسب حسيت ان هو بيلعب في اكبر نادي جماهيري في افريقيا وفي مصر. فانت مش هتكتسب حسيت ان انت مهاجم كبير او لعيب كبير من ماتشين او ثلاثه، ومع احترامي لاي لعيب بيبقى جاي من اي نادي تاني وتحديدا مش نادي جماهيري يا كابتن. يعني شفنا قبل كده مع احترام احمد الشيخ لاعب مصر المقصه كان مكسر الدنيا في مصر المقصه لما جه النادي الاهلي، ما يعني خد فتره طويله عم تاقلم وبعد كده ما ظهرش بصوره كويسه. ففي فرق بين لعيب محلي بيلعب في نادي مش جماهيري بيجي فجأة يلاقي نفسه بيلعب تحت ضغط 20 و30 و40 الف متفرج. عايز اسالك الحاجات دي بتاثر. عايز اسالك سؤال سريع، المسابقات هتعمل ايه في كاس العالم الأندية؟ كاس العالم للأندية طبعا يعني لغايه دلوقتي اللجنه عندها ازمه، وازمه كبيره جدا، ان في ماتش المفروض يوم 10/2 مع القطن الكاميروني طبعا هيتاجل للنادي الاهلي. فلغايه دلوقتي الحاج عامر حسين تحديدا او لجنه المسابقات مش عارفه تحدد الماتشات اللي جايه في شهر فبراير بسبب الماتش الخاص بتاع بخاص بالقطن الكاميروني اللي هو هيتاجل عشان مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم. لكن طبعا الاهلي متاجل له كل الماتشات. زي ما قلت لك يعني كالعاده كابتن، الناس اللي بتنتقد اتحاد الكره او المسابقات او رابطه الانديه الفتره اللي فاتت، لا الاتحاد الافريقي سبب رئيسي في الازمات وان الدوري عندك ما بقاش منتظم، ان هو بيجي لك قبل المسابقه بشهر او شهرين يعلنوا جدول مباراه دوري ابطال افريقيا ودوري ابطال والكونفدراليه، فبالتالي برضو ده بيسبب لك ازمه. لكن لغايه دلوقتي يعني الاهلي متاجل له ماتشاته عادي في الدوري، ما فيش اي ازمه. عندك برضو ازمه ان في اخر شهر 2 عندك بطوله افريقيا يوم 19/2 منتخب الشباب، فما فيش اي تاجيل لماتشات الدوري. ماتشات الدوري هيخلص امتى؟ لا لغايه دلوقتي يعني بالنظام ده وبالشكل ده ما فيش ميعاد محدد، بس يعني على اخر 7 ان شاء الله.